انقلبت ميليشيا الحوثي والمخلوع على العملية السياسية، ثم سعت للسيطرة على البلاد بقوة النار والحديد. في طريقها زرعت الألغام في كل مكان استطاعت أن تصل إليه لتحصد أرواح الأبرياء. كانت الميليشيا قد توغلت في بعض ضواحي مدينة مأرب، وبعد انسحابها تكشفت الأرض عن حدائق موت رهيبة. زرع الحوثيون الموت في كل مكان، نصبوا كمائن القتل في دروب الحياة، ولم يفرقوا بين هدف مدني وآخر عسكري. إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل، وحل الثقيل بأرضهم فسكنوا في هذا المنطقة الذي هي أيضا منطقة خطرة ومنطقة تعد كانت ميدان حرب وتعد الآن أيضا منطقة خطرة بالألغام ومحفوفة بالمخاطر. لكن أين يروحوا؟ أين يذهبوا؟ ما فيش لهم لا مأوى لا ملجأ إلا أن يكونوا في هذا المنطقة الذي تراها في هذه الحالة. أنا الحين ما بلاجي السن هوا هدموا بلادنا، ضردونا من بلادنا، هدموا بيوتنا. إن شاء الله نحن ننتصر ونرجع على بلادنا. حالة الحرب التي شهدتها مأرب اضطرت آلاف الأسر للنزوح قسرا عن ديارهم. انقلبت حياة بعضهم رأسا على عقب. ألقت الحرب بظلالها الكئيبة على كل معالم الحياة. في لحظة تبدلت حياة أسرة المواطن حسن سلامة، أحد أبناء مأرب الذين نالت ظروف الحرب من حياتهم. وجاء علينا الحرب في هذه المنطقة ونزحنا لجو النسيم، وبعد ما راح الحرب رجعنا لهنا، وساكنين هنا. بيتنا حرق ودهانا في المحزام حرق كله عاجي منه. ليت نكبة حسن توقفت عند حريق منزله، إذ لم يلبث أياما حتى تعرض وأولاده وبعض أطفال جيرانه لانفجار لغم مزروع في طريق عام. انقلبت السيارة ومعها انقلبت حياتهم كليا. كانت الأسرة في رحلة اعتيادية لإحضار علف لأغنامهم، سلكوا طريقهم المعتادة وفجأة دفعوا ثمن تواجدهم في منطقة كانت آمنة مطمئنة. أصبحوا هدفا لتصرف لا أخلاقي في حرب تتصرف فيها الميليشيا بأخلاق الغابة. صرحنا نعشر عشر الغنم عضاه تأكلها الغنم، وقد احنا راجعين بعد الساعة 9، وقد احنا راجعين جينا عاسب مزرعة الخامشي واللغم فانفجر بنا، بعد ابوي حصل له في دق في راسه. حسيت ما حسيت الا دوخة، حسيت بعمري كذا رضة. بعدها من قرح نزلت انا من ذا خرجنا، بعد حصلنا خي مزقول وهذا جعفر مبروك، شليناهم مستشفى. خرجنا من الحوثي يوم مستحل بلادنا، يعني قبل نزحنا آخر يوم من رمضان. خرجنا نزحنا لمكان ثاني، وبعدها خرجنا جاي يوم الحوثي استحل دخل في البيوت حقنا، وحنا خرجنا جاي بعد شدنا لها هنا، صرنا نجمع الغنم هنا علف ماشي معها علف، جينا نحملها من هذا الشر حق الغنم. يوم جينا راجعين وقرحبنا اللغم، احنا ما درينا ذاك الساعة احنا تزقلنا، ما درينا احنا لما شلونا المستشفى. بألم يحدثنا أحد الناشطين في المجال الحقوقي عن ضحايا الحرب والنزوح في هذه المنطقة، وفي دقائق حاول أن يلخص المشهد. هذا المنطقة اللي تشوف يعني قرية، عبارة عن قرية مكونة من مجموعة خيام عواش، كلهم بدوا رحل أصبحوا على حد الآن. فيهم واحد اللي يتفجر به اللغم اللي حسن سلامة، هذا حسن سلامة ساكن في هذا المنطقة حوالي 7 سنوات حسب إفادته. وحقيقة جاءت الحرب هنا وأصبحت هذا المنطقة ميدان حرب، نزح منها سريعا وفي وقتها الى النسيم، الى جو النسيم. ثم عاد في اكتوبر 2015، وبعدها عادت هذا القريه كلهم، القريه اللي جوارها ولا كلهم من آل العامري، منطقه الضيق المحجزه صرواح. بسبب الحرب نزحوا الى مدينه مأرب، سكنوا في الزراعه قبل ان يتم تحرير هذه المنطقه من الحوثيين. وبسبب قلاء المعيشة والإيجارات الماء يعني ضاقت بهم ذرعا،
خرجوا إلى هنا حتى أصبحوا بدور حل من أجل أن يصلوا قريبا من المزارع، يشربوا الماء، يرعوا أغنامهم إلى آخره. ما فيش معهم لا مأوى لا فراش. في أحد الأسر الذي تراها ساكن هنا أتى الرجل وزوجته وأطفاله مشيا رجل لا معهم حتى الفراش. بنظرة فاحصة في ثنايا المنظور هنا تكتشف أن هذه الأكواخ والعشش تخفي وراءها قصصا موجعة من الألم والمعاناة. ما يزيد الطين بلة على أن هناك أرامل في هذا القرية الذي تشوف مكونها من الخيام والعواش. هناك أرامل أزواجهن يعني قتلوا شهداء، يعني رفعوا شهداء في الحرب الدائرة بين يعني بين نعم. وهذا المنطقة أيضا موبوءه بالألغام. شيء مؤسف أن تبقى هذه القرية المنكوبة طي النسيان وخارج إطار الاهتمام الإنساني من المنظمات المعنية بالشأن الإغاثي. سألتهم أنا هنا هل مروا لديهم راصدين، حقوقيين ناشطين؟ ما في شيء. تقريبا أول ما وصلوا هنا قبل حوالي شهرين أو شهرين ونص أتتهم سلة غذائية، هم لا يعلمون من أي مكان أتت سلة غذائية مكونة من قطمه رز وقطمه سكر وواحد شيف لا أكثر ولا أقل. هذه لا تسمن ولا تغني وجع من الأسر مثلا. بمرارة وألم يحكي الناشط التام عن جوانب من صور البؤس والمعاناة التي تعيشها الأسر في هذه القرية. فيها أحدهم شيب عمره 65 عام يعول 4 أولاد و4 بنات، ومع ذلك لديه ابنه أرملة ولديها 4 بنات هي كذلك. تخيل مثل هذا الموقف الإنساني. الحزن لا يزال مخيما هنا في خيمة حسن سلامة. لا يزال ولده جعفر يعاني من أثر انفجار اللغم عاجزا عن المشي والحركة، صحته في تدهور، والعجز الجاثم على صدر الأسرة يزيد من عمر معاناة الطفل الصغير. جلست يومين في المستشفى، خرجت للبيت ورجعت لأخوي في المستشفى، وهو جلس يمكن 5 أيام وثمان أيام ما صحي أبدا، في غيبوبة هكذا. سيروه العناية، جلس في غيبوبة لا ما صحي. بعدين الحين قالوا ما يسوي له عملية، قلت له يمكن شهر في المستشفى، قالوا ما يسوي له عملية إنه ضعيف مدري إيش، عنده ضعف دم مدري إيش. ما طلع، قال خرجوه يوبه له لما يتشالى، فلقدهم تحسن يسووا لها كسروا رجله ويزيدوا زينها جبروها. وضع إنساني بائس، غياب ملموس لكل أشكال الإغاثة. كانت عدسة برنامج لست وحدك أول من وصل إليهم لتنقل معاناتهم، على الصورة تكون خير رسول للمعنيين بالعمل الإغاثي. لابد أن تصل الرسالة للضمير الإنساني حتى لا يشعر ضحايا الحرب أنهم وحدهم. لا تزال الذاكرة تحتفظ بمشاهد الهلع الذي خيم على تعز مساء 23 من أغسطس 2015، ليلة أمطرت الميليشيا أحياء تعز بقذائف صاروخية مجنونة أحدثت مجزرتين، إحداهما في حي الكوثر أسفرت عن استشهاد 3 أطفال ورجل، والأخرى حطت على منزل كان يضم 3 أسر جمعها ظرف النزوح القسري. ليلتها حلت مصيبة بأسرة عبد درهم القدسي، مصيبة بكل ما يعنيه اللفظ والمدلول. أنا حصلنا هنا جالسين في بيتنا بأمان الله، يوم الأحد الساعة 10 بالليل مخزن أنا وجهالي، ما أدريت إلا بالقذيفة جات دقت البيت بكاملها وشلت الجهال الموجودين داخل البيت، عندي 7 بنات عندهن عليها صاروخات شواقي من قبل من عند من جهة الحوبان جماعة عفاش والعوزي. فجأة ما ندري ايش كيف قال لنا صاروخ داخل البيت دك البيت وما داخل، يعني قمنا نحن كنا تحت جالسين نجي نتفرج البيت ما باقش احد، نطلع ندور نجي نخرج لك اللقاح كلها جثث. قتل الصاروخ 7 نساء من أسرة واحدة بينهن 3 شقائق وأمهن، إضافة ل3 فتيات بنات عم، فضلا عن شخصين آخرين كانا متواجدين قبالة المنزل قتلتهم الشظايا. كان الحادث مفاجئا وفاجعا في آن واحد. تحاول أمة الرحمن استذكار شيء مما حدث في ذلك المساء الحزين. حسيت بشعور غريب،
يعني حسيته ما اسمعش ولا شفت الدنيا كلها يعني غبار والبيت كله كانت يعني ما شفتش يعني البيت وهذا بس الغبار كان يعني مغطي عيوني وما كنت مدفونة. فجأة أخي حملني حسيت سيارة الإسعاف كانت خارج قد وصلها. ضاعفت ظروف الحرب والحصار من معاناة جرح المجازر والمقاومة في تعز بسبب نضوب الأدوية وتدهور الخدمات الصحية من سيء لأسوأ، وزاد الوضع تعقيدا تعرض المؤسسات الصحية للقصف الهمجي، وضع بائس دفعت أمة الرحمن وأمثالها من الضحايا ثمنه. خرجوني بعد سيارة الإسعاف ادوني مستشفى الروضة، خلوني هناك لفوا لي بسرقوا لي يعني ضمدوا لي ما عملوا ليش ولا أي حاجة بس لفوا لي بشاش. وبحزن تواصل سرد المعاناة عن رحلة التشبث بالحياة من مشفى لآخر. بعدين قالوا روحوا مستشفى الصفوة، هنا ما فيش دكاترة بيعملوا العملية ولا ما فيش يعني مكان. مرت الليالي والأيام ثقيلة على الفتاة بانتظار أن تبرأ من الكسر الذي أصاب قدمها، إلا أن مفصل قدمها المكسور تيبس. رجلي الآن يابس ما تعطفش، عملت تدليك طبيعي والشظية كمان بالركبة والجهة هذه مفتت العظم، يقولوا يحتاج يعني عظم صناعي أو مفصل صناعي والحمد لله. وأنا بدي الآن لثلاث شهور مكان يعني رجلي تؤلمي مكاني ما تعطفش مكاني كذا، لحد الآن ولا حصلنا أي دعم من أي مكان ولا حصلنا أي من أي جهة يعني معاملة كذا. في ظل ظروف الحرب وتردي الأوضاع توقف عمل الأب جميل درهم في المحل الذي كان يسترزق منه. عجزه عن علاج ابنته زاد من وجعه عليها. ولا معي أي دخل، خرج كذا شقيب ب 500 ولا ب 1000 وروحت أصرف بونه وبهذا. حاولت الأسرة البحث عن أي أمل للعلاج لتجنب التكاليف التي لم يعد بإمكانهم توفيرها، لكن دون جدوى. زادت الأوضاع الحياتية سوءا في تعز، وازدادت الميليشيا ضراوة، وتسارعت الأحداث حتى وجد الأب نفسه مضطرا للحفاظ على ما بقي من أولاده والسفر بهم إلى القرية. الآن رحنا لعند أطباء بلا حدود وحصلنا المندوب حق تعز، قال بيعامل نحن بس يشتري تقرير من مستشفى الصفوة لأن نحن سافرنا قبل ما نأخذ التقرير، وقال بيشوفه كيف ما قدرناش نجلس لأنه حتى البيت الثاني يعني كنا مستعجلين بيت ثاني جاءوا دخلوا الحويثة دخلته وما قدرناش نجلس، شلينا نفسنا وروحنا البلاد والتقرير حقنا بمستشفى الصفوة ما قدرنا نخلصه. يلا حصلنا في سيارة نروح القرية. هناك ساء حال ابنته الصحي، فكان لابد من الانطلاق إلى عدن طلبا للعلاج. لم تجد أمة الرحمن في عدن ما تحتاجه من علاج، فتمت تحديات وعراقيل صعبت الأمر. كانت تتوقع أن وجود الحكومة في عدن سيسهل من حصولها على حق العلاج كونها جريحة حرب، لكن رياح الإهمال الرسمي أصفت بحلمها في الشفاء. وهنا بعد المعاملات يعني ضروري حد عامل لك ولا شيء ولا يعني ما يعملوا لك كذا لأنك تبع جارحة ولا لا، ضروري يعني يكون معك حد علشان يعامل لك. في عدن تفاجأت الأسرة أنها مطالبة بتقارير طبية عن حال جريحتهم الواضحة إصابتها، فقد فقدوا التقارير ووثائق الفحوصات في تعز حيث لم يعد بإمكانهم العودة بسبب ظروف الحرب، وهي فحوصات يمكن أن تجرى بسهولة، لكنها البيروقراطية التي يدفع البسطاء ثمنها حين يفتقرون للوساطة في ظل غياب النظام واحترام الإنسان. وش يعني يعرف بينني يعني في حصل لنا إحنا كذا ونحن من تعز، بس قال جبنا لهم البطائق وهذا بس ما يصدقوش. ما كنا ما هردوش يا أخي ما قدرناش، ما فيش معانا اسم وساطة يعني كذا. هلا أنت تألم بدي كذا كذا بس ما قدرش أعمل لي حاجة. لانني ودي مشفى عادي جاي ملقش دكتور ملقش اشتري تقارير اشتري ذي انا ما اشتري معي تقارير مش كذا حاجه. اسره القدسي بشكل عام وامه الرحمن لها ثلاثه اشهر في محافظه عدن، لم نستطيع ان نقدم لها ادنى خدمه في ظل اهمال لا سفر، مغلق المستشفيات الا بحساب رسمي، المستشفيات الخاصه الا بحساب. تواصلنا مع وزير الصحه، تواصلنا مع كل الجهات لكن دون جدوى. حالة الإهمال واللامبالاة التي واجهتها أمة الرحمن
تنسحب على كثير من الحالات التي توجهت إلى عدن أو صنعاء، وضع مؤسف للغاية، معاناة وأوجاع وآلام، وحدهم الجرحى من يشعر بمرارتها. أغلقت أمامهم المشافي ومراكز والمراكز الصحية، لا علاج، لا سفر، لا اهتمام، إهمال من الكل. أوجاع إنسانية، ظروف لا لا تفاقمت أوضاعهم الصحية والنفسية والمالية، ومن هنا نحمل المسؤولية ونشدد بتحمل مسؤوليتهم على الكل. إزاء هذا الوضع المؤسف الذي يكابده الجرحى، فإن للضحايا وذويهم رسائل ينبغي أن تصل إلى المعنيين بشؤون الجرحى. يكون يعني سهل المعاملة للجرحى، لأنه ما عملوا أي شيء، يعني هم هو لاقى من الله هذا يعني الشيء، يعني لا يكون شيء يزيد يعرقلوا الأمور، يعني ضروري يسهلوا الأمور حق الجرحى. دولة يعني تعمل لنا حل، لأنه من يؤدها هذا شيء قال يعني لبيتنا نحن آمنين. أنا باقي معي 2 أخوان هنا لهم هم قهالهم، نحن ساكنين هنا الحين 4 أسر بالبيت هذه. ومن هنا نوجه نداء أذان أخير لرئيس الجمهورية ووزير الصحة وقيادة المقاومة ومحافظة تعز بتحمل مسؤوليتهم الإخلاقية والمهنية بشان ما يجري لجرحى تعز، ووضع حد لمعاناتهم وسرعة تسفير من تقرر إخلاؤهم للخارج. رسائل عادية هي حقوق مشروعة وطبيعية، يتعين على الحكومة الانتباه لها وأن تتحمل المسؤولية القانونية كاملة تجاه ملف الضحايا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.